بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي الكرام عشاق ومحب الساحرة المستديرة في كل مكان، متابعي شاشة قناة النادي الأهلي من جديد، نلتقي سويا من هنا من ملعب مدينة الإنتاج الإعلامي والدورة الرمضانية الخامسة لكرة القدم تحت رعاية الأستاذ أسامة هيكل. الدورة الرمضانية اللي بتنقل عبر شاشة قناة النادي الأهلي، لقاء من العيار الثقيل بنفتتح بيه لقاءات اليوم، لقاء يجمع ما بين قناة القاهرة والناس وقناة أون سبورت. على يد اليمين القاهرة والناس، على يد الشمال أون سبورت. فريق قناة أون سبورت 12 هدف حتى الآن، يتصدر قائمة الهدفين هاند بول. ركلة جزاء، ركلة جزاء لقناة القاهرة والناس على مرأى ومسمع من كل الناس الموجودة. زحلق بالقميص رقم 8 ياسر يا علد جوه جون، هدف أول لقناة القاهرة والناس. نبيل لياسر زحلق، المهارة أسامة يصوب يا ولد. حلو القرار من أسامة، مخطوفة خطفة من أسامة، لكن يبدأ مرة تانية أون سبورت. فاروق لسمارة، قافل قناة القاهرة والناس، وادي التصويبة واحدة والتانية، ولكن مرة تانية الأم سمارة لكن مقطوع. زحلق يلعبها يا ولد. جول. ما أروعك، ما أبدعك، والله ما أمتعك يا أسامة. إيه يا ابن اللمة دي، وإيه الحطة دي، وإيه الجمال ده، مفيش أجمل ولا أحلى من كده. القاهرة والناس يكشر عن أنيابه، هدفين لقناة القاهرة والناس، أسامة وياسر زحلق 2 إلا شيء. لكن الهدف الجميل لسه بقول لحضراتكم، محطة سكة حديد قوية، مديره تحكيميا محمد عبد العزيز ومحمد كامل. يرجع مره ثانيه التمرير، اسلام مقطوعه، اسامه يا اسامه عامل ازعاج، عامل قلق لخط دفاع قناه اون سبورت. هيبدا مره ثانيه سعيد، طويله الطريق الاماميه، عبها عرضيه ولكن خارج الملعب بعدية مرة تانية، ركلة التماس الجانبية والتصوير الجديد. مقطوع سمارة الحلول، صلاح مصلح يصوب، يلعبها تمريرة مرة تانية، عد حط راجل ولكن خارج الملعب. وعالركنية وادي خليفة، كابتن خليفة، وادي اسلام ورايح له حكم اللقاء، وانذار لاسلام، ملوش لازمه يا اسلام الانذار. هيلعب الركله الحره، مره تانيه اسامه يا ولد، ولكن في القائم ياسر. لا، القاهره والناس شكل تاني. يبدا مره تانيه مصلحي وعادي الصافر حكم اللقاء محمد عبد العزيز. مصلحي يصوب ويسدد تصويبة قوية من مصلحي، هيلعب لعبت الأرضية يسحبها، قال له يا راجل، قال له ما فيهاش أي حاجة. والركلة الحرة، صلاح يصوب مصلحي ولكن اللي خارج الملعب. ياسر لأسامة يا ولد على التمويل، مرة تانية سلام. إيه ده؟ ايه يا جماعة ده؟ سعيد تصويبة، انطالع سمارة يلمس، نبيل صفر، بداية احداث شوط اللقاء الاول. هنشوف الفريقين هيقدموا ايه في شوط اللقاء الثاني. شوط اول سيطرة، هيمنة، استحواذ، قول زي ما انت عايز تقول، قول على قناة القاهرة والناس. فريق اون سبورت غايب تماما عن شوط اللقاء الاول، مش ده الاداء المنتظر والمعهود منه.
هذا الفريق في اللقاءات السابقة واللقاءات الماضية. صح يلعبها ما فيهاش أي حاجة، لكن احتسب ركلة الجزاء، احتسبها ركلة الجزاء حكم اللقاء وركلة الجزاء. ومصلحي، مصلحي يا ولد يا ولد يا خالد، يا السلام عليك يا خالد، يا الله ياسر المباراة التمريرة واحدة والتانية يا ولد يا ولد. ايه ده؟ ايه يا نبيل ده؟ ايه الجمال والروعة دي؟ وايه الهدف الرابع ده؟ صلاح تمريرة يا ولد، لكن القائد النهارده الكورة معاك، الكورة مش ماشية. ركلة حرة من قناة اون سبورت. صلاح، صلاح يلعبها وركلة جزاء، ركلة جزاء على نبيل، هاند بول على نبيل. وادي سمارة، سمارة يا ولد يا ولد جوه الجول، هدف أول لقناة اون سبورت. صلاح يلعب عرضية، عرضية يا ولد عايز يشيلها جميلة فاروق، ولكن صد من الحارس المميز خليفة. خمسة زي واحد، وصلح يصوت جول 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 جول. هدف ثاني لقناة اون سبورت، هدف ثاني. تمريرة سمارة مقطوعة، أسامة، أسامة لو عدى صافرت أحداث الشوط الثاني واللقاء يطلقها محمد عبد العزيز لكل قناة القاهرة والناس على قناة اون سبورت 24.